على إثر مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 29/10/2024 المتعلقة بقيام مركبة وزن خفيف بمناورات خطيرة وعرقلت حركة المرور عبر الطريق السيار ألف 2 بشطره الرابط بين الجباحية والبويرة، قام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالبويرة بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية بمحكمة بويرة، حيث خلص إلى توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم وتوقيف المركبات المستعملة في الجريمة المتمثلة في تعريض حياة الغير للخطر بانتهاكهم واجبات السلامة والاحتياطات المرورية التي يفرضها القانون. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية فور انتهاء من التحقيق.